رح نحكي عن موضوع بيهم كثير من السيدات يلي بمروا خلال فترة حملهم للعديد من التغيرات النفسية والجسدية. أبرز التغيرات يلي رح نتعرف عليها اليوم: ارتفاع ضغط الدم الحملي، طبعا حالة صحية ممكن تأثر على صحة المرأة الحامل والجنين. يمكن نور لما نقول مرأة حامل وضغط، فالموضوع يمكن صعب وحساس وبحاجة لمراقبة وضع الضغط خلال هاي الفترة. أكيد هايدو، مثل ما قلتي ببداية حديثك، بنعرف نحن قديش المرأة بتمر بتغيرات بجسمها، إن كانت هرمونية بيولوجية، بتتعرض لكثير من الضغوطات أساسا النفسية. بنسمع بسكر الحمل وحكينا عنه سابقا، اليوم رح نحكي عن الضغط الحملي مع الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بك دكتور. عم نحكي اليوم عن موضوع شائع عند السيدات الحوامل. خلينا بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين شو منقصد بارتفاع ضغط الدم الحملي. أول شيء، شو هو ارتفاع الضغط أو شو هو الضغط؟ الضغط هو المقاومة الوعائية أثناء جريان الدم ضمن الشرايين. هالمقاومة هي بنقيسها عادة نحن بالمليمتر زئبق. الأرقام الطبيعية للضغط عادة هي 110 مليمتر زئبق على 80 مليمتر زئبق. لما ترتفع أكثر من هيك بصير عندنا هذا شيء اسمه ارتفاع ضغط. فلما تكون أرقام الضغط فوق ال 135 على 85 هذا صار اسمه ارتفاع ضغط، ونحن لازم نبلش بقى من هون ننتبه على الضغط ونراقبه بشكل جيد وما عاد نسمح له يرتفع. أما لما يتجاوز الضغط 140 على 100 وعلى 90 مليمتر زئبق هذا صار اسمه ارتفاع توتر شرياني، وهذا لازم ناخده بعين الاعتبار ولازم نبقى إضافة إلى تغيير نمط الحياة لازم نبقى نعالج بالأدوية لحتى ما يرتفع الضغط. هلأ بالنسبة للحوامل في شغلتين مهمين كتير وشائعين كتير نحن بننتبه لهم أثناء الحمل، يلي هن ارتفاع سكر الدم وارتفاع ضغط الدم. ارتفاع السكر هو شغلة مهمة كتير، ونحن عادة بنعتبر رقم السكر يلي فوق ال 100 ملي فوق ال 100 ملي جرام بال 100 ملي لتر نعتبره سكري. تصوري هذا الرقم، وهذا ما بنسكت عنه، ونحن لازم دائما نعالج السكري مثل ما قلنا بالأنسولين بدون خفضات السكر الفموية. هلأ ارتفاع الضغط نحن بنحمله محمل جد عند السيدات الحوامل، فالسكري وارتفاع الضغط عند السيدات الحوامل هن شغلتين مهمين كتير لازم ضبطهم بشكل جيد لما إلهن من تأثيرات على الأم وعلى الجنين بنفس الوقت. صحيح. فارتفاع الضغط عند السيدة الحامل الأرقام التي تتجاوز 140 على 90 مليمتر زئبق هذا ارتفاع توتر مهم، هذا لازم نحمله محمل جد ولازم نحن نعالجه وما نتركه أبدا. طيب خلينا نحكي شو الإجراءات اللي بنقوم فيها لضبط سكر، عفوا الضغط الحملي عند المرأة الحامل. يعني بنعرف نحن بيأثر مثل ما قلت على صحتها وعلى صحة الجنين، وبنعرف هي أساسا بتكون مضغوطة نفسيا، فالضغط بنعرف له علاقة بالحالة كمان النفسية. شو هي الضوابط أو العوامل اللي ممكن لازم فعليا تحتاط فيها المرأة الحامل؟ هلأ هو أول شيء شو هي أسباب ارتفاع الضغط عند الحامل؟ أهم أسباب ارتفاع الضغط عند الحامل في كتير شغلات نحن، يعني أول شيء ارتفاع الضغط هو مرض مجهول السبب، مو معروف سببه. صحيح. لكن في ناس معينين ممكن يكون سبب الضغط عندهم واضح وصريح، مثل تضيق الشريان الكلوي، مثل الأمراض اللي بتصيب الكلية ولب الكلية، مثل أمراض بتصيب الغدة اللي فوق الكلية اللي هي الكظر، في مرض اسمه الفيوكروموسايتوما، دول هن ارتفاع ضغط صريح. هدول ما بيشكلوا 5-10% من أسباب ارتفاع الضغط، أما الباقين فهو ارتفاع ضغط مجهول السبب. هلا نحن بدنا ندور على العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط. شو أهم العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط؟ يأتي على رأسها التدخين اللي هو عادة سيئة، البدانة، حركة الركود والخمول والكسل، وخاصة أمام التلفزيون وعلى النت وعلى الموبايلات اللي هي هذا صار يساوي لنا نمط حياة سيء جدا. نوعية الأطعمة أحيانا، زيادة تناول الوارد من الملح، وفي قائمة عريضة جدا من الأسباب أو من العوامل المؤهبة من بينها الأدوية وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وهي ممنوعة أصلا تناولها أثناء الحمل، ويعني الوراثة ممكن تلعب دور، وفي كتير شغلات. هلأ أنا أمام السيدات يلي عندهم فعلا ارتفاع ضغط أثناء الحمل لازم أنا أسعى
لتغيير نمط الحياة، وحد من الأسباب يلي عم ترفع للضغط. على سبيل المثال السيدات اللي عم يدخنوا، هدول لازم يقطعوا التدخين. التدخين لأنه هو له عدة مضار، سواء على ارتفاع الضغط، سواء على الشرايين، سواء على الرئتين والتشنج القصبي والحساسية اللي بيساوي بالقصبات. السيدات يلي مثلا عندهم نمط حياة كسول وقلة حركة، أنا هدول لازم شجحهم على الحركة والرياضة ما أمكن وضمن المستطاع. طبعا هدول السيدات الحوامل بدي يكون أنا يعني في حساسية معينة تجاه الجهد يلي بيقوموه، خاصة إذا كان عندها إسقاطات متكررة. أنا ما بقعد بخليها تركض والله وجهد عنيف، لا. نمط الحياة يلي فيك يكون فيه رياضة ونشاط فيزيائي وحركة معينة مقبولة ومتحملة لدى السيدة الحامل. تناول الكحول مثلا واحد من الشغلات اللي أنا لازم أتجنبها. التوتر والتعصيب والزعل والتفكير والهم والشدة النفسية والضغوط العالية، هي لازم نحن نتجنبها تماما عند السيدة الحامل، لأنه هي مؤهب لارتفاع الضغط. أنواع الأطعمة، كل الأطعمة يلي تحتوي على كميات عالية من الملح، الأدوية الأطعمة التي يمكن تناولها في المطاعم، الأطعمة المملحة، الشربات الصناعية، هي كلها هي يعني من أسباب ومن العوامل المؤهبة يجب تجنبها. أما كل شيء طبيعي فأنا لازم أشجع عليه. كل الخضار والحبوب والفواكه والسلطات هي مسموحة وتساعد على خفض الضغط. كل الأطعمة اللي ممكن نحن نتناولها بالبيت ونحن عم نتحكم بكميات الملح الموجودة فيها، هي رائعة جدا وهي بتنزل الضغط. الفواكه بلا استثناء هي تساعد على خفض الضغط. المشروبات العادية اللي هي مثل الشاي أو القهوة، حتى القهوة يعني هي إذا أخذت بمقادير معتدلة جدا جدا فهي ما بترفع الضغط. شراب الكركديه مثلا على سبيل المثال، العصير، عصير كل الفواكه كله هو هذا يعني بينزل الضغط ما بيرفع الضغط، كل الفواكه بلا استثناء. فأنا لازم أشتغل أول شيء يعني على تغيير نمط الحياة، النشاط الفيزيائي المحتمل والمدروس، الحمية الطبيعية والتي تعتمد على الغذاء الطبيعي والمدروس بشكل جيد، وتناول ما أمكن الأطعمة المملحة والأطعمة الصناعية والأطعمة يلي بتكون عادة محفوظة مدة طويلة. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الأسباب، خلينا نحكي عن الأعراض اليوم أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند المرأة الحامل وتدل أنه عن جد هي مصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي. وخلينا نوضح بنفس الوقت، هل كل الأعراض متشابهة عند كل السيدات؟ ارتفاع الضغط بشكل عام هو مرض خلسي، مرض لا عرضي صامت. المرضى ارتفاع الضغط ما بيشكو عادة من أعراض، وأحياناً لما يهمل الضغط وما ينقاس وصح ومريض الضغط ما عم يعني بتلاقي بيصير عنده مشاكل من وراء الضغط، ممكن تظهر الأعراض يلي أثر عليها الضغط أو يعني الأعراض الأعضاء يلي أثر عليها الضغط. هلأ الضغط أكيد رح يأثر لي على كل الجسم، وأنا بيهمني الأعضاء النبيلة الموجودة بالجسم. شو أهم أعضاء نبيلة موجودة بالجسم؟ هي القلب، هذا أهم عضو، هي الكلية، الدماغ، العينين. فبتلاقي الضغط، ارتفاع الضغط المزمن بيأثر لي على العيون، على الرؤية، بيأثر لي على الدماغ، ممكن يساوي لي أحيانا إذا كان ارتفاع الضغط شديد بيساوي لي نزف دماغي، وإذا صار نزف دماغي هذا سوالي فالج وخذل في الجسم وعدم القدرة على الحركة وعدم تحريك الإيدين والرجلين. ممكن يأثر لي على الكلية ويأذي لي الكلية، بتصير الكلية تطرح بروتين بكميات كبيرة، يعني طرح الكلية للزلال أو البروتين بالبول رح يخلي السيدة الحامل تتنفخ، وبتلاقي رجليها تورموا، بتلاقي الخواتم ما عاد فاتوا بإيديها، بتلاقي في تنفيخ بالعيون والأجفان. فنحن بنشوف الأعراض عادة التي يؤثر ارتفاع الضغط عليها. فإذا هو أثر لي على العين رح يصير عندي يعني ضبابية في الرؤية، عدم رؤية واضحة، وبيصير في تراجع بالقدرة البصرية للعين. ممكن يأثر لي على العضلة القلبية، ممكن يأثر لي على الكلية، وهالأعراض العصبية اللي عم نشوفها نتيجة ارتفاع الضغط. هلأ ممكن أحياناً المرضى لما يرتفع الضغط عندهم بشكل حاد بتصير عنا أعراض حادة. شو هي الأعراض الحادة؟ بتلاقي المريض صار عنده غباشية بالرؤية، بيصير عنده لهتة وضيقة نفس، أحياناً تقل وجع بصدره، أحياناً بتلاقيه بيتنفخ، أحياناً بتلاقي ممكن يوصل لمرحلة أنه يفقد الوعي نتيجة ارتفاع الضغط.
واخطر شيء عند السيد الحامل هو انه في نهايه الحمل لما يصير عندنا ارتفاع ضغط شديد ممكن الحامل تفوت بانسمام حملي وارجاج، وهذا اللي ممكن يحمل الخطوره على حياه المريض وعلى حياه الجنين، وممكن السيده تفقد حياتها. فاذا الاعراض تتدرج من لا شيء الى اعراض متعدده واعراض بسبب اصابه اجهزه مختلفه، وتختلف الاعراض من سيده لسيده حسب درجه ارتفاع الضغط وحده ارتفاع الضغط وارقام ارتفاع الضغط اذا كانت شديده ولا لا. ولذلك انا مفروض علي كل السيدات الحوامل بلا استثناء على الاقل كل شهرين ثلاثه او كل شهر يقيسوا ضغطهم لحتى نطمن عليهم. لكن اذا كان ثبت عند السيده ارتفاع ضغط فهي لازم مو كل شهرين ثلاثة، لازم نحن ننصحها تجيب جهاز ضغط وهي تراقب ضغطها، وفي حال حست انه هي عندها ارتفاع ضغط يعني تراقبه بشكل جيد ورأسا تراجع طبيبها لحتى يتدارك الموضوع ويدبر الموضوع. طيب خلينا نحكي العمل الوراثي بيلعب دور، يعني فينا نقول اذا حدا من العائلة مصاب بمرض الضغط ممكن الامرأة الحامل تصاب بالضغط الحملي، ولما نقول وصلت لمرحلة متقدمة يجب مراجعة الطبيب، نحن بنعرف المرأة الحامل ما فيها تاخذ أدوية، هون الإجراء الطبي كيف بيكون؟ أولاً نحن حكينا من شوي في كثير عوامل مؤهبة لارتفاع الضغط ومن بينها الحمل ومن بينها البدانة، فالوراثة لها دور، لكن هي سبب مباشر؟ لا، ما هي سبب مباشر. الشغلة الثانية، نحن كان لازم نحكي عن أنواع ارتفاع الضغط عند السيدات الحوامل. هلأ في سيدات عندهم ارتفاع ضغط مزمن، هذا الضغط موجود قبل ما السيدة تحمل وتفوت على الحمل، هدول لازم نحن يعني نعطيهم رعاية خاصة، ولازم نراقب الضغط ببداية الحمل وحتى نهاية الحمل ونضبطه بشكل جيد وبالوسائل اللي حكيناها من شوي وبالأدوية. وهلأ رح نحكي على الأدوية. هلأ في عنا النوع الثاني يلي هو ارتفاع الضغط الحملي، يلي هذا بيصير أثناء الحمل، وهذا عادة ارتفاع الضغط بيبلش بعد الأسبوع 20 من الحمل، يعني بعد منتصف الحمل، وهذا هو ارتفاع الضغط الحملي بشكل يعني دقيق. وهدول المرضى يعني الحمل هو عامل مؤهب وهو بيساوي لهم ضغط، وهدول المرضى كمان بدهم عناية خاصة ويجب مراقبة الضغط عندهم بشكل جيد. والنوع الثالث يلي هو الانسمام الحملي التالي لارتفاع الضغط أو بسبب ارتفاع الضغط، وهذا يلي هو بيحمل الخطورة سواء على السيدة وعلى الجنين. هلأ لما يثبت عنا ارتفاع الضغط نحن لازم أول شيء وأهم شيء أنه نراقب الضغط بشكل جيد. الشغلة الثانية نشتغل على تغيير نمط الحياة يلي بيتضمن الشغلات اللي قلناها من شوي اللي هن إيقاف التدخين، إيقاف الكحول، الحركة والرياضة والمشي، نوعية الغذاء، تجنب الملح. هلأ في حال عدم ضبط الضغط وبقيت أرقام الضغط تتجاوز 140 على 90 مليمتر زئبق، هون لازم نحن ندخل الأدوية. ودائما الطبيب يجب أن يختار الأدوية التي ليس لها تأثير على الجنين وليس لها تأثير على الحمل، وهي الأدوية بيعرفوها السيدات الحوامل ومعظم الأطباء هن حتى أطباء نسائية كلهم بيتعاملوا معها وبيعطوها للمرضى. أهم هي الأدوية هي الألفا ميتير دوبا، يعني ممكن نعطي حبة وحبتين وأربعة وستة وثمانية، المهم نحن نضاعف الجرعة لحتى نضبط الضغط. في حال أنه ما نضبط الضغط على هالجرعات العالية من هالدواء ممكن نضيف دواء تاني اسمه الهيدرالازين، وهذا ممكن أعطائه كمان وبيضبط الضغط وهو موسع وعائي جيد جدا وما له أي تأثير على الحمل. ممكن نحن نضيف حاصرات بيتا، وأفضل حاصر من حاصرات بيتا هو اللابيتولول يلي حتى ممكن أعطائه تسريب وريدي في حال ارتفاع الضغط الشديد. هلأ نحن أدوية ارتفاع الضغط هي أدوية شائعة جدا وقائمة عريضة جدا، كلها يجب تجنبها، وخاصة المركبات التي تقلب الخميرة التي تحول الرنين إلى أنجيوتنسين، هدول ما بيصير ينعطوا وخاصة بالأشهر الأخيرة من الحمل لأنها تؤدي إلى تشوه في الكلية والجهاز البولي. الأدوية الثانية كلها يجب تجنبها. ممكن نلجأ في حال عدم ضبط الضغط نلجأ إلى أدوية يعني منها الأقل تأثيراً حسب الحاجة وحسب ضغط المريضة وحسب وضع المريضة وحسب خبرة الطبيب. يعني أنا عادة بلجأ للأدوية يلي هي أقل تأثيرا على سبيل المثال. أنا وقت بدي حاصر بيتا تاني هدول بعرف أنه ممكن يعبروا المشيمة أحيانا ويساووا لي بطء قلب عند الجنين، ممكن أنا أعطي حاصرات الكلس، هدول ممكن يكون لهم تأثيرات لكن ممكن أعطائهم مو أنه مو ممنوع أعطائهم. إذن في مبدأ المعالجة يجب دائما أن يختار الطبيب الأدوية الأسلم
للحامل والتي لا يكون لها تأثيرات جانبية سواء على الحمل أو تؤدي إلى تشوهات لدى الجنين. فعلا دكتور ضويت حضرتك على نقطة كتير مهمة اللي هي الأدوية، لأنه كنا بنعرف أنه المرأة الحامل هي عندها حساسية من بعض هاي الأدوية. طيب خلينا نحكي اليوم ونوعي المشاهدين أكثر، السيدات كيف بتتم الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي؟ هلأ الوقاية تعتمد بشكل أساسي على تجنب العوامل المؤهبة. مثلاً أنا بعرف في أدوية ممكن تأهب لرفع الضغط، بحاول أتجنبها قدر المستطاع. السيدات التي يركن إلى الموبايلات وحياة الخمول والكسل والركود، هي حياة سيئة جداً، يجب تجنبها وممارسة النشاط الفيزيائي لحتى ما يصير عندها ارتفاع ضغط. الآن العادات السيئة اللي قلناها من شوية اللي هي التدخين وتناول الكحول، هدول يجب يعني الوقاية منهم والابتعاد عنهم. هلأ في عندي شغلة مهمة جداً، الأطعمة وخاصة الأطعمة التي تؤهب إلى زيادة الوزن وتناول الحريرات بكميات كبيرة جدا. السيدات اللي هن بدينات هدول يعني معرضات أكثر لارتفاع الضغط الحملي، ولذلك لازم نحن نشتغل على بدون الأدوية اللي بتنزل الوزن. نحن ما لنا مصلحة بالأدوية اللي بتنزل الوزن، لازم نشتغل على الرياضة والحمية وتجنب الأطعمة التي تزيد الوزن وتحتوي على كميات أو وارد عالي من الحريرات. هلا هدول انا بخليهم يركزوا في طعامهم على الخضار والحبوب والسلطات، مثلا يعني الاقلال من كميه النشويات والدهون الزائده الى حد كبير حتى ما يزيد وزنهم. اذا لازم نشتغل على الوزن، العادات السيئه يجب تجنبها مثل التدخين والكحول وتغيير نمط الحياه، هدول اهم شغله هن ممكن يوقوا السيد الحامل من انه يصير عندها ارتفاع ضغط. لانه ارتفاع الضغط عند السيد الحامل شغله مهمه جدا وشغله خطيره جدا، ونحن ما بنصدق لحتى ينتهي الحمل بخير وسلامة. والسيدة الحامل إذا قررت أنه تعود للحمل وكان عندها ارتفاع ضغط حملي سابق، هي معرضة أكثر من غيرها لأنه يرجع يرتفع الضغط في الحمل التالي والثالث. ولذلك إذا الوحدة كانت مكتفة وعندها عدد من الحمول يعني كافي أو يعني من الأولاد كافي، نحن بننصحها أنه ما تحمل إذا كان عندها ارتفاع ضغط، سواء كان ارتفاع ضغط قبل الحمل أو صار عندها ارتفاع ضغط حملي. فنحن الضغط مهم جدا بالنسبة للسيدات الحوامل. طيب دكتور، ذكرت خلال حديثك أنه في أنواع الضغط بتتعرض إلى المرأة الحامل، ومنها في نقول ارتفاع الضغط الحملي، في كمان ارتفاع الضغط المزمن اللي هو أساساً بتكون فيه مصابة السيدة قبل الحمل. هون في إجراءات وقائية لازم تكون فيها؟ يعني لما نقول ارتفاع ضغط مزمن يعني هي عندها حالة مؤهبة أكثر من أي امرأة حامل أخرى. السيدة التي لديها ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل، هي عادة هي معالجة، والوقاية هي نفسها الوقاية اللي حكيناها من شوي. لكن هي في شغلة مهمة جدا، الأدوية التي كانت تتناولها لارتفاع الضغط قبل الحمل يجب إيقافها كاملة قبل الحمل وقبل الدخول بالحمل، واستبدالها بأدوية أدوية لا تؤثر على الجنين. وفي أدوية معينة يجب إيقافها قبل الحمل بمدة ولا تقل عن أسبوعين أو شهر أحيانا. ليش؟ لحتى هي الجسم يتخلص من كل الأدوية السابقة القديمة، لحتى أنا أعطيها أدوية ما بتأثر على الحمل نهائيا، والأدوية اللي حكيناها من شوي. إذا السيدات اللواتي لديهن ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل ينصحن عادة بعدم الحمل لما يحمله ارتفاع الضغط من خطورة على حياتهم وحياة الجنين. فإذا هن عندهم أولاد يفضل أنه ما يحملوا، لكن السيدات اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني مزمن قبل الحمل وهن راغبات بالحمل وما عندهم، يعني في سيدة مثلا ما عندها غير ولد واحد أو بنت واحدة وهي يعني عندها رغبة كبيرة للحمل سواء هي أو زوجها، فهي بدها عناية خاصة ويجب إيقاف الاستمرار بتناول أدوية الضغط وعدم إيقافها نهائيا، واستبدالها قبل الحمل بمدة يعني مدة غير قليلة بأدوية لا تؤثر على الحمل نهائيا، بحيث يكون الحمل مخطط ومدروس له. وأثناء الحمل يجب مراقبة الضغط بشكل جيد. نحن نقلها للسيدة تشتري جهاز لقياس الضغط، ويفضل أن يكون جهاز هوائي أو زئبقي، وهي تقيس ضغطها، ومجرد ما حست أنه هي ضغطها غير مضبوط تراجع طبيبها لحتى يقدر يضبط الضغط أو يضبط الأدوية اللي عم تتعلم.
تتناولها. يعني هون بدي اسالك دكتور، شو هو ضغط الدم الطبيعي عند المراه الحامل؟ قلنا نحن في بدايه الحلقه انه رقم الضغط الطبيعي هو 110 على 80 ملم زئبق. هلا لما يكون الضغط فوق ال 130 ملم زئبق على 85 ملم زئبق، هذا ارتفاع ضغط. هون ببقى بشتغل انا على الوقايه والاسباب يلي حكيناهم. اما مجرد ما تجاوزت ارقام الضغط 140 ملم زئبق على 90 ملم زئبق، هون يجب اضافه الى الوقايه والعوامل اللي قلناهم ادخال الادويه وبالجرعات المناسبه وحسب ارقام الضغط. يعني بالختام اكيد بدنا نشكرك دكتور على كل النصائح اللي حكينا فيها، وخلينا ختاما بعض النصائح خلينا نقول، لسه معنا دقيقتين عم يقولنا الشباب، شو فينا ننصح كل السيدات المقبلات على الحمل اللي هن اساسا عندهم ارتفاع ضغط؟ كل السيدات اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني مزمن، المفروض نحن نتجنب قدر المستطاع التعصيب والتوتر والزحل والتفكير والهم والشدة النفسية. نحن كلياتنا عايشين، الإنسان بيقدر يزت هالمشاكل كلها وراء ظهره، لأنه هي أحد العوامل اللي بتأهب لارتفاع الضغط وبتزيد ارتفاع الضغط. لازم أنا أشتغل عند كل السيدات يلي عندهم ارتفاع ضغط على عوامل الخطورة التي تؤهب لارتفاع الضغط. سيدة عندها داء سكري، لازم أنا أضبط السكر، هو واحد من العوامل. صحيح. السيدة اللي عندها شغلات سيئة مثل مثلاً عادات تناول التدخين أو الركود، لازم أنا هدول كتير مهمين وأشتغل عليهم. فأنا كل السيدات يلي عندهم عوامل تؤهب لارتفاع الضغط، هلا هذا امتى بيكشفه الطبيب؟ لما هي السيده بتراجع الطبيب بيعرف هو شو عاداتها، مثلا شو المشاكل اللي ممكن تؤهب لارتفاع الضغط وخاصه الادويه. الطبيب ممكن يشتغل على هدول العوامل ويحاول يعني يدربها على الوقايه من ارتفاع الضغط، وفي حال عدم الضبط وقتها ممكن نرجع للادويه. تمام. يعني بالختام شكرا كثير لك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. الدكتور حسن ابراهيم اختصاصي بالامراض الداخليه وامراض القلب، يسعد صباحك، نورتنا. شكرا لكم، ونتمنى لكل السيدات اللي عندهم ضغط انه هيك يكملوا حمولهم بسلامه، والله يبعدهم عن أسوأ شغله بالحمل يلي هي الانسمام الحملي اللي هو ممكن يحمل خطوره كثير على حياه الحامل. أكيد نتمنى الشفاء والسلامه لكل مريضاتنا. اكيد بتمنى الصحه والسلامه لجميعنا. نشكرك بالختام دكتور.